سلام حبايبي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. نشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناه. ان شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا غايات، تكونوا ملاح، ربي يحفظكم ونجيكم يا رب. تنشكر المتابعين اللي تخليوا تعليقات ايجابيه بحالهم، تنشكر الناس اللي تشكروا هذه القناه، تنقول يا ربي يعطيهم صحيحتهم ويفرحهم ويعطيهم مبتغاهم بكل الامور ان شاء الله. احبابي، اليوم عندنا واحد الوصفه ديال تسخير الامور، تسخير الامور في كل الامور. الناس اللي عندهم مشاكل في كل الامور، ما عندهمش قبول، ما عندهمش زواج، ما عندهمش عمل، دائما محتارين في امرهم، عندهم قله المال، عندهم مشاكل في الرزق، عندهم مشاكل في القبول، عندهم مشاكل في البيت، دائما عندهم صداع والمشاكل، او عند ناس سحر مرشوش دائما تترش عليهم واحد السحر، وهذاك السحر تنوض المشاكل والصداع في البيت. اذا كيفاش نتخلص من العوارض؟ اذا كان عندي مشاكل في البيت، عندي الفراق بيني وبين الزوج ديالي، او عندي مشاكل مع الزوج ديالي، دائما انا متعبه مع الزوج ديالي، دائما تعبني الكلام، فيه نقير، فيه مشاكل، دائما عندي واحد طاقه صراعات مع الزوج ديالي او مع الاولاد ديالي. اذا بغيت نتخلص من التوابع، او انني على الاقل نقاد الامور ديالي باش تكون ايجابيه، باش نكون متوازنه في حياتي، نكون متوازنه في اموري، لان المشاكل كلهم ما مزيانينش، تيعطيو الانسان واحد طاقه الاحباط، تيعطيو طاقه ديال المشاكل، دائما تيحس براسو انه متعب، دائما متعب، بخصوصا الناس ديال دابا كل شيء عنده واحد المرض تعاني منه. اذا مرض العصر هو مرض العصب. اذا بغينا نطهروا البيت ديالنا، غادي نبخروا يوم الجمعه ويوم السبت. عندنا يوم الجمعه ويوم السبت، الناس اللي ما عندهمش اوقات ياخذوا جوج مرات في الاسبوع، يختاروا اي يوم من غير انهم يختاروا تلا اربع، يختاروها عادي جدا، لان تطهير البيت من شياطين توقيف الحال، وشياطين توقيف الحال في الزواج، توقيف الحال في العمل، توقيف الحال في المال، توقيف الحال مع الزوج، دائما عندهم توقيف الحال. الزوج ولو يكون عامل يجلس من العمل بدون سبب، او الام الا دارت شي عمل في البيت ما تنجحش ليها، ما تيكونش عندها اقبال على هذاك. اذا ما عندهاش قبول، ما عندهاش سعد لا مع ولادها لا مع الزوج ديالها، دائما غير محظوظه. بعد التعليقات يحطوا لي الناس ان كاينه واحد الام ما عندهاش الخير في ولادها، الخير في ولادها، قالت لكم ما تيسولوش فيها. اذا هذه الوصفه سيدتي صالحه لك باذن الله الواحد القهار. الناس اللي عندهم مشاكل مع ولادهم، لا سمع لا طاعه، دائما عندنا واحد الطاقه سلبيه بيننا وبين ولادنا، او السحر التفريق، او السحر المرشوش، او السحر النفور، دائما عندي مشاكل في البيت. اذا اشنو خاصني ندير؟ غادي نمشي عند عطار، غادي ناخذ واحد كميه بسيطه ديال الحرمل اللي غادي تبخر ليا جوج مرات في الاسبوع، كل اسبوع ناخذ واحد طاقه من الحرمل وام الناس. اللي ما عندوش ام الناس غيدير لبان الذكر، حيت هذه فيها لبان الذكر، وفيها لبان الذكر، وفيها ام الناس. ام الناس هي اللي حمراء، لبان الذكر هو اللي ابيض. انتما اذا لبان الذكر، وعندنا ام الناس هي اللون ديالها اللي تيكون غامق شويه. اذا الناس اللي باغين انهم يحيدوا شياطين صداع المشاكل، يحيدوا واحد الطاقه سلبيه في البيت، اذا كان مع الزوج ديالك، كان مع الزوج ديالك او عندك مشاكل مع الزوج ديالك، دائما المشاكل والنقير. البنت عندك معطلة على الزواج، الابن معطل على العمل، دائما عندنا الصداع والمشاكل بدون سبب، بدون سبب كاين صداع، كاين السحر النفور او السحر المرشوش، او السحر تيكون جاي على طريق الهواء، بخور تيكون رائحة بخور، وتيكون انت هو المقصود بالاسم ديالك. اذا السحر المشموم، او السحر المرشوش، او السحر النفور، تيديروا السحر النفور حتى للاولاد باش ما يبقاوش يسمعوا كلامك، ما يبقاوش انهم يكونوا معك مزيان، ويكون صداع، يبقاو يتفرجوا فيك كانك عدوه لهم، لان اصل كل شيء غير غيره وحسد.
العدو غير تيغير من الانسان، ويبغي يحيد ليه هذيك النعمه اللي هو عايش فيها، اما على اولاد، يتحسد على اولاد، او يتحسد على ماله، او يتحسد على الصحه ديالو، او على ترتيب حياته او المنزل. اذا كانوا الاولاد تيقراو ومن بعد ما بقاوش بغاو يقراو، تتكون علامات العين والحسد. اذا الناس اللي بغاو وليداتهم يبخروهم، راه زوين هاد البخور، ام الناس لبان الذكر الحرمل. الحرمل عنده وقت معين امتى تبخري، اما مع فجر، واما مع الظهر، واما مع العصر. اخر وقت تتبقى 30 دقيقه للمغرب، هذا ديما تنهضر عليه. اذا الناس اللي باغيين يبخروا غادي تاخذوا الحرمل بكميه متساويه، 4 المعالق ديال الحرمل، كميه ديال ام الناس مع كميه ديال لبان الذكر. اللي عنده غير لبان الذكر يدير غير لبان الذكر مع الحرمل، غادي يقرا هذه الايات باذن الله سبحانه وتعالى، غادي يفاجئ لك، غادي يفتح لك بيبان ديال الخير، وغادي يكون عندكم ان شاء الله رزق وفير، وغادي تحيد المشاكل، غادي تحيد كل الصعب والتوابع ديال هاد اي سحر. اذا غادي نقرا سبحان الله هاد الايه او الصوره، ايات الابطال مع صوره الزلزله. صوره الزلزله من اخطر الصور اللي تبطلوا السحر، اللي تبطلوا السحر تردوه على صاحبه. صوره الزلزله غادي نقراوها 21 مره على هذه المكونات، وغادي ان شاء الله تقراو قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله 21 مره. غادي تقراو ايه الكرسي 21 مره، وغادي تختموا بالصلاه على الحبيب 21 مره، وغادي بحول الله تبخروا الخميس والجمعه. الخميس والجمعه تقراي عليها اما في اي وقت بغيتي، في الصباح تقراي عليها، في الليل، اي وقت، المهم تقراي. تبخري ما بين الظهر والعصر، او ما بين الصبح والفجر، يبقى 30 دقيقه للفجر، يبقى 30 دقيقه للمغرب، وغادي تقدري تبخري. اذا الناس اللي عندهم ولادهم معطلين، او عندهم مشاكل، او عندهم ولادهم دائما عندنا الصداع والمشاكل، ما تنتفاهموش على الكلام، حيت هذا هو الموضوع اللي تنهضروا فيه دائما. هذا هو تيكون مصدر الاسره، هو صداع المشاكل، اما داخله على العين ولا الحسد ولا التوابع. اذا حبايبي عجبتكم هذه الصيغه، حاولوا انكم ديروها. الناس اللي باغيين يسولوا على الايام من 2 حتى الاحد، اي يوم في الجمعه تقدري ديري يومين متفارقين، واما يومين متابعين، جوج مرات في الاسبوع، 3 اسابيع جوج مرات في الاسبوع، على النيه ديال ان شاء الله ابطال السحر. وهذه الايه ما جئتم به السحر ان الله سيبطله 21 مره، بالنيه ابطال جميع العوارض. اذا كان عندك شخص معين ذكريه بالاسم ديالو، سبحان الله السحر ترجع على صاحب السحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى. سبحان الله، ما غاديش يفلح الانسان اللي تيدير خوه المسلم، ما تيفلحش. اذا الى عجبكم الفيديو خليوا لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، ابوناو. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.